عقوبات وماتش السوبر. ماتش السوبر احداث كتير، خناقات كتير، شيكابالا بيعمل مشكله، عبد الله جمعه بيعمل مشكله، كهربا بيعمل مشكله، اجاي ياسر ابراهيم بيعملوا مشكله، امام عاشور ولسه امام بيعملوا مشكله، مشاكل 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 مشاكل. فوز الزمالك تابع وراه مشاكل كتير جدا، مشاكل كتير جدا دي جه بعديها عقوبات لسه معلن عنها ما كملتش ساعه ونص ساعه، فيها وقف لعيبه وفيها غرامات وفيها حاجات كتير جدا. فهنتكلم النهارده على العقوبات دي وفي شكل سريع كده نتكلم في حلقه سريعه. قبل ما نخش الحلقه اعمل لايك وسبسكرايب في القناه واشتراك وفعل الجرس عشان يجيلك حلقات اول باول، ويا ريت تعمل لايك عشان ايه نرجع عليك تشترك في القناه والحلقه تروح لاكبر عدد ممكن. يلا بينا نخش نتكلم على العقوبات. خلينا نتكلم على طول في اول عقوبه، والعقوبه بصراحه اللي انا شايفها ظالمه نوعا ما، او خلينا نتكلم في العقوبات الخفيفه بعد كده ناخد العقوبه الظالمه في الاخر. اول عقوبه، العقوبات الخفيفه هي عقوبه عبد الله جمعه بثلاث ماتشات، وعقوبه ياسر ابراهيم واجايب اللي هم يتوقفوا ماتشين. هنا في غرامه تقريبا 100,000 جنيه، وهنا في غرامه 100,000 جنيه، وقف ماتشين وقف ثلاث ماتشات. هنا انا مش عارف ايه معايير العقوبات اصلا، ايه معايير العقوبات؟ اللجنه الخماسيه او اتحاد الكوره، ايه المعايير اللي بيحطوا بيها العقوبات؟ يعني انت حطيت عبد الله جمعه ثلاث ماتشات وقف، هو كان بيستفز الجمهور، ما طلعش منه اي لفظ، ما طلعش منه اي حاجه غير استفزاز للجمهور. الناحيه الثانيه ياسر ابراهيم وجاي كان برضه بيستفز الجمهور، فانت حطيت هنا ثلاث ماتشات وحطيت هنا ماتشين بس. فين المنطق؟ فين المعايير اللي بتتحط؟ مفيش معايير اتحطت كده. كده مش معايير اتحط، بعد كده تحط بالبركه اللي هو هنا ثلاث ماتشات هنا ماتشين، دي كده بالبركه مفيش اي معايير اتحطت. هنا ثلاث ماتشات هنا ماتشين، ايه المعايير؟ مش عارف، هما الاثنين غلطانين، سواء عبد الله جمعه اللي استفز جمهور الاهلي او اجاي اللي راح بيرد بيستفز جمهور الزمالك، ده غلطان وده غلطان، كان ممكن تحصل اي كارثه من الحركه دي. ثاني عقوبه واللي هي عقوبه شيكابالا ثمان ماتشات، الحركه اللي عملها ما جاتش ولا في التلفزيون ولا جت في اي حته مباشره على شاشه التلفزيون، هي بعديها طلعت فيديوهات من المدرجات متصوره نزلت على الانترنت. هل اتحاد الكوره بياخد بالفيديوهات من الانترنت؟ بيدي عقوبات من فيديوهات الانترنت؟ هل ده اتحاد الكوره بيدي عقوبات كده؟ مش فاهم يعني ليه؟ يعني هو شيكابالا غلط، بس الغلط اتبقى قبليه كان غلط، يعني الغلط بتاع شيكابالا كان قبله غلط، هو شيكابالا ما عملش غلط لوحده، شيكابالا امه اتشتمت كتير قوي في الماتش، من ساعه ما نزل الملعب اخر ربع ساعه في الماتش لحد ما الماتش خلص، شيكابالا جمهور الاهلي ما بطلش الشتيمه فيه واهانه لامه. فالرد بتاع شيكابالا ده رد فعل، انت ما تعمليش فعل وتيجي تتضايق من رد فعل بتاعي، لا يا معلم انت عملت فعل فده اتبعه بعديه رد فعل. فالرد فعل بتاع شيكابالا هو غلط، رد فعل غلط من لاعب مسؤول، لاعب مسؤول يعمل الحركه دي غلط، بس شفنا الحركه دي بتتعمل من رونالدو واتعملت من سيميوني في اتلتيكو مدريد ويوفي وما تعجبوش، فشيكابالا اتعاقب ماشي اتعاقب هنعديها، بس الرد الفعل والجمهور الاهلي اللي هايج على شيكابالا واللي بيغلطوا في شيكابالا واللي بيخوضوا في عرض شيكابالا هو رد، الرد ده هو مش الرد بس اللي هو شتم في الملعب، لا شيكابالا الماتش اللي الاسبوع اللي قبل الماتش الاسبوع ده كله صفحات الزمالك وصفحات الاهلي وجمهور الاهلي بيخوض في عرضه وبيخوض في ابنه وبيخوض في مراته. فالرد بتاع شيكابالا كان رد جارح، رد جارح ورد مستحق لكل الاهانه اللي اتهانها، سواء الاهانه اللي اتهانها على السوشيال ميديا او الاهانه اللي اتهانها في المدرجات، دي رد كافي ان الاهانه اللي اتهانها، والعقوبه كافيه برضه 8 ماتشات. فانا بقول لك ان انت الجمهور يتشتم فتديله 8 ماتشات، ماشي يا معلم رد فعل، انت الجمهور شتمني فانا بشتمه، خلصت 8 ماتشات. هل بقى عقوبه مستحقه عقوبه ظالمه؟ انا مش عندنا، روح اسال اتحاد الكوره، بس شايف ان شيكابالا يتعاقب، بس مش عارف، انا مش عارف اذا كان يستحق العقاب او ما يستحقش العقاب. ان العقاب انا اللي اعرفه ان قوانين اتحاد الكوره العقاب بيجي من حتتين، اول حاجه وان العقاب بيجي من تقرير الحكم من تقرير مراقب الماتش، والعقاب الثاني بتيجي من شاشه التلفزيون من الشاشه المباشره من الشرايط بتاعه الماتش. هل في شرايط المباراه في فيديو او في حاجه بتاكد ان شيكابالا الحاجه اللي عملها دي بانت في شاشات التلفزيون؟ دي ما حصلتش،
كل اللي شفناه فيديوهات من مدرجات نزلت على الانترنت. دي عقوبه شيكابالا ودي عقوبه عبد الله جمعه. في عقوبه بس قبل ما نخش في عقوبه كهربا، عقوبه مرتضى منصور اتوقف تقريبا 3 ماتشات ما يمارسش اي حاجه او اي نشاط رياضي، وغرامه برضو مرتضى منصور. العقوبه دي عقوبه ضعيفه في ظل ان الغلط اللي كان بيغلطه في لجنه لجنه الخماسيه او اتحاد الكوره طول الفتره اللي فاتت كان بيغلط كتير 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 كتير، فكان المفروض يتعاقب عقوبه اكبر من كده شويه. دي حاجه. الحاجه بقى بصراحه انا كزملكاوي شايفها عقوبه ظالمه. هي عقوبه مشترك فيها 3 اشخاص: كهربا وامام عاشور واحمد زاهر اداري نادي الزمالك. احمد زاهر ضرب تقريبا احمد الشيخ، وضرب من وليد سليمان، وضرب كهربا. احمد زاهر ضرب كهربا وضرب من وليد سليمان وضرب احمد الشيخ، وامام عاشور ضرب وليد سليمان. كهربا شايف ان عقوبته اتوقف لنهايه الموسم. الوقف ده انا بصراحه من وجهه نظري انا شايفه وقف ظالم، وقف قاسي على كهربا، وقف قاسي، عقوبه قاسيه جدا على كهربا، لان كهربا ما عملش حاجه تستحق انه يوقف لنهايه الموسم. انت ما وقفتش شيكابالا اللي عمل يعني عمل رد جارح، ما توقفش لنهايه الموسم. استفزاز اللعيبه سواء اجاي او ياسر ابراهيم او عبد الله جمعه، ما توقفش لنهايه الموسم. مرتضى منصور اللي بيشتم في لجنه الخماسيه، ما توقفش لنهايه الموسم. كهربا اللي اتضرب، هو كهربا اللي اتضرب، اتوقف نهايه الموسم. كهربا اي نعم بعد ما نزل طرع حامد، دخل عليه تدخل قوي نوعا ما وعنيف. كهربا رد بزقه لطارق وحصلت خناقه بعد الماتش. كهربا حاول يدافع عن جمهور نادي، وابتدى اللي هو يجري على عبد الله جمعه، وابتدى هو يشد عبد الله جمعه، وحصلت مشاده وحصلت خناقه بعد الماتش واتضرب. كهربا اتضرب من طارق حامد واتشتم من طارق حامد شتايم جارحه بوالدته وسبله الدين تقريبا حاجه كده. وبعد الماتش اتضرب من اداره الزمالك. فانت توقف كهربا لنهايه الموسم، ده عقاب قاسي جدا، عقاب قاسي جدا على كهربا، ما يستحقش. انا يعني كزملكاوي اكيد انت عارفين انا ايه كهربا بالنسبه لي كزملكاوي، بس كهربا اتظلم. دي ظلم بصراحه الكهربا، انا شايفها ظلم الكهربا. الكهربا يتوقف لنهايه الموسم شايفها مش منصفه. اللي هو كهربا اتضرب من طارق حامد واتشتم من طارق حامد واتضرب من اداره الفريق، والاخر اتوقف. هو كان اول حاجه زق طارق حامد، دي غلطان فيها. تاني حاجه بيدافع عن جمهور نادي، دي من حقه انه يدافع عن جمهور نادي، واتضرب في تلك الحالتين. اللي هو يتوقف لنهايه الموسم، فين المنطق؟ فين المنطق؟ فين المعايير؟ امام عاشور يتوقف ان هو ضرب لاعب الخصم. احمد زاهر ضرب لاعب الخصم. كهربا اتضرب من لعيبه الخصم. فانت اللاعب اللي اتضرب يتوقف لنهايه الموسم ازاي؟ لا ازاي؟ وانا في حاجه في دماغي مش عارف دي اللي ممكن تحصل ولا لا. والاهلي عمل اجتماع طارئ على طول، طلع على القرار اجتماع طارئ بعد بكره. بس عندي حاجه بقى، عندي حاجه ممكن دي اللي تحصل، ان ماتشين الاثنين بنسبه كبيره مش هيتلعب، بنسبه كبيره هيتاجل. ازاي بقى؟ اقول لك ازاي. ان الاهلي يطلع يقول لك ان كهربا لو توقف لنهايه الموسم انا هوقف النشاط الرياضي، انا هنسحب من الدوري، وبكده ماتش يوم الاثنين يتاجل. بعد كده اتحاد الكوره يعيد النظر في عقوبه الكهرباء، فكهرباء يرجع تاني للعب تاني، يتوقف مثلا مينيمم مثلا 8 10 ماتشات، الماتشات اللي هتوقفها. بعد كده يرجع تاني للعب الكوره، فالاهلي المباراه منها تتاجل، ان اتحاد الكوره مش عارف ياجلها بالمنظر ده، فياجل المباراه. وبعد ما كهرباء يرجع يلعب تاني يضطر ان هم يحددوا يوم تاني للمباراه. دي حاجة ممكن تحصل، الله أعلم. دي حاجة بخمنها أنا، دي حاجة بخمنها أنا من دماغي، الله أعلم ممكن دي تحصل ولا لا. إن هما عاملين الحركة دي للأهلي يوقف النشاط فيرجعوا يعيدوا النظر فيأجلوا المباراة، تحصل لبشة كده مش عارف ده ممكن يحصل ولا لا. بس ده كان رأيي في العقوبات. عقوبة شيكابالا نوعا ما مستحقة، بس اللي حصل ما جاش على شاشة التلفزيون، فهو المفروض ما يتعاقبش أصلا شيكابالا. شيكابالا غلط، شيكابالا غلط، بس اللي عمله ما ظهرش عشان التلفزيون. ولا اعرفه ان لوائح اتحادات الكوره ان العقوبات بتيجي من مراقب المباراه او شاشه التلفزيون، ومراقب المباراه ممكن يكون كتب الله اعلم، بس ما جاش على شاشه التلفزيون. شيكابالا عقوبة بتاعته نوعا ما مستحقه، عبد الله جمعه عقوبه نوعا ما مستحقه، جاي مستحقه، مرتضى منصور في خلل في العقوبه بتاعته، عقوبه نوعا ما صغيره، كهرباء عقوبة قاسية جدا 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 على كهرباء.
في الاخر ده كان رايي انا في العقوبات ماتش السوبر والنوش اللي حصل بعد ماتش السوبر. قول لي رايك انت في العقوبات، قول رايك انت في العقوبات، ايه العقوبه اللي كانت مستحقه وايه العقوبه اللي كانت ظالمه وايه العقوبه اللي كانت المفروض تحصل وما حصلتش. قول لي رايك في الكومنتس، قول لي كمان توقعاتك هل لو تالك دي اللي هو اتحاد الكوره عمل اللعبه دي عشان ماتش منها ماتش من الاثنين يتاجل بعد كده يحددوا يوم تاني، ولا انا بخمن واللي انا بقوله ده خزعبلات. قول لي رايك في الكومنتس، رايك في الكومنتس. لو الحلقه عجبتك بس تعمل لايك بس سبسكرايب كده واشترك في الجرس عشان تيجي الحلقات اول باول. طب انا هسيب لك في الديسكربشن تحت، ومش عايز بوك ريتويت على تويتر. كمان مصطفى، شكرا، الحلقه الجايه سلام.